نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله إليك يا شيخ، بالنسبة لمس المصحف والقراءة فيه، هل يلزمها الوضوء؟ والطلاب في المدارس هل يأمرون بالوضوء؟ أحسن الله إليك. أما القراءة في المصحف فلا يشترط لها الوضوء، وأما مس المصحف فلا بد فيه من وضوء. وعلى هذا فبإمكان الإنسان أن يأخذ المصحف بين يديه ويكون عليه قفازات أو معه منديل يتصفح به المصحف ويقرأ. أما بالنسبة للصبيان فقد رخص في ذلك كثير من العلماء أن يمس القرآن بلا وضوء، وقال لأنهم غير مكلفين. فقد رفع القلم عن ثلاثة. وقال بعض العلماء أن الصبيان لا يمسون المصحف إلا بوضوء، لأن هذا احترام للمصحف، واحترام المصحف واجب على كل أحد. ولكن نحن نقول إن أمكن أن يتوضأ فهو أفضل بلا شك وأسلم، وإن لم يمكن فلا بأس.